كبرت وبقت عروسة وجمالها أجنبي، عايشة في ألمانيا واعتزلت التمثيل لسبب غريب، بتتكسف من خيالها وبتعاني من تعب خطير اللي ناوية تعمله مع منى زكي صدام الكل. هي البكرية ودلعت العيلة الشقية من صغرها، ناوية تبقى مخرجة كبيرة، حلم حياتها ترجع تعيش في مصر. أمها حرماها من أكتر حاجة بتحبها. أين اختفت ويزدا بطلة فيلم خالتي فرنسا؟ يا ترى إيه أسرار حياتها؟ ليه سافرت ألمانيا وعايشة هناك؟ إيه اللي أصحابها بيعملوه فيها في ألمانيا؟ هل ممكن ترجع تعيش في مصر زي ما بتتمنى؟ كل ده هنعرفه في فيديو النهاردة، خليكم متابعين للنهاية. سبحان مغير الأحوال، تشوف ويزدا بطلة فيلم خالتي فرنسا تقول مش هي دي، اتغيرت خالص. أيوة، تخيلوا البنت الشقية اللي كان كريم عبد العزيز ما بيشيلهاش غير من قفاها ومطلعة عينه، كبرت وبقت عروسة وجمالها أجنبي. مش بس كده، دي كمان بتتكسف من خيالها، تكلمها وشها يجيب ألوان. ويزدا اسمها في الحقيقة مها عمار، بدأت مشوارها الفني من وهي لسه طفلة صغيرة، كانت بتاخدها أمها تعمل كاستنج لحد ما اتشهرت. شاركت في فيلم السلم والتعبان وخالتي فرنسا وحرامية في كي جي 2، ورغم شهرتها الكبيرة بس هي قعدت بعدها في البيت حوالي 4 سنين، ما كانش في عمل بيتعرض لها خالص، وده خلاها مهتمه اكتر بالمدرسه والمذاكره، وبصراحه دماغها ما كانتش مهتمه قوي بالتمثيل. مع عمار من صغرها وهي شقيه جدا، مطلعه عين كل اللي حواليها، بس شقاوتها وخفه دمها كانت مقبوله قوي ومحببه الكل فيها، بالذات انها البكريه في العيله، وامها وابوها كانوا مدلعينها على الاخر. فجأة أبوها قرر يسافر ألمانيا بسبب الأحداث الصعبة اللي حصلت في مصر، وعشان يشوف رزقه وأكل عياله. بعد ما سافر بكام سنة بعت لمراته وبناته مها وأختها، كان وقتها مها عندها 16 سنة، سافرت وعاشت حياتها هناك وبعدت عن الفن خالص، بس صحابها في ألمانيا بيفضلوا طول الوقت يضحكوا على دورها في حرامية كي جي 2. المفاجأة واللي هتصدم كتير قوي إنها مش حابة دورها في فيلم خالتي فرنسا اللي شاركت فيه مع النجمة عبلة كامل، بتقول أنا حابة دوري أكتر في السلم والتعبان وحرامية في كي جي 2 لأن الناس دايما بتكلمني عليهم والكل فعلا بيحبهم. ويزدا بقى بطلة فيلم خالتي فرنسا بتعاني من تعب خطير وهو النسيان، بتنسى بسرعة جدا. أما بقى عن اللي ناوية تعمله مع منى زكي فهي مش هتقولها يا طنط ولا أي لقب، لأنها شايفاها صغيرة لسه، فحرام عليها تكبرها. ما هي جماعة بقى عندها 27 سنة، يعني لسه صغيرة. مع عمار بتدرس الإخراج في ألمانيا وناوية تكمل مشوارها الفني كمخرجة، إنما التمثيل بتقول لأ، أنا مش كار التمثيل خلاص وبعدت عنه، ما بقتش متعودة عليه، وأول ما أرجع مصر هدور على فرصة شغل في الإخراج. مع عمار نفسها ترجع تعيش في مصر علشان الكشري وحشها جدا، وكمان المحشي لأن أمها بترفض تعمله لها، بتقول لأ ده بيحتاج شغل كتير قوي، فلما نرجع إن شاء الله بقى أعملهولك. لأ، واللي مضايقها من العيشة في ألمانيا كمان إن المحلات بتقفل بدري قوي ومفيش حياة زي مصر.